عودة لمتابعة صباح لبنان، بدي بكل الأشخاص اللي هلا انضموا لصبحيتنا. مثل ما وعدناكم فقرات عديدة من بعد الزوادة الصباحية، زوادة الصوم الكبير، منتابع صباح لبنان لحتى نحكي عن دعوة عشاء كلنا معزومين عليها، فتابعونا. ضيفتي بالاستوديو الممثلة الكوريغراف والراقصة سيدرا عيد، موديل كمان، ما في انكر هذا الشيء ابدا. شو اخبارك؟ كتر خير، الله منيحه. كيفك انت انا كثير منيح وكثير مبسوط انك معي اليوم سيدرا بصباح لبنان. انت معي اليوم لحتى نحكي اكثر عن ذا انفيتيشن، صح؟ اللي هي عمل مسرحي جديد انت احدى بطلاته. نعم. من توقيع واخراج مارسيل غصن. نعم. هالمسرحيه بتدور احداثها عن امراه يلي هي سابين، تلعب دور الممثله ستيفاني عطله، صح؟ ومارسيل غصن يلي هو مخرج المسرحيه وايضا بيلعب دور جيرار، زوجة لسابين، بيعزموكم على العشاء انت ومجموعه من الممثلين رح نذكرهم تباعا خلال اللقاء. صحيح. صحيح. لحتى هيك يرجعوا يلموا الشمل، وبنفس الوقت بيكون عندهم مشكله بزواجهم. صح، هو في مشكله بالزواج عم بتعاني منها سابين، مرته لممثل مارسيل غصن بالمسرحيه، وبتقرر انه تعزم اصحابها الى زمان من شافتهم تترجع بركه تحل المشاكل بينها وبين زوجها، وببلشوا يجوا هالمعزيمه هالانفيتيشن على هالعزيمه العشاء يعني. وانا اكيد بكون انت احدى المدعوات، اسمي جيسي، معي كمان توني كايروز، بكون طارق، ريشار اوديشو معنا، كمان معنا سينتيا زياده والياس زايك. نعم. رح نحكي عن تفاصيل المسرحيه، ولكن بدي ابدا بعودتك للمسرح سيدرا. يعني من كواليس بالعام 2007 2008 اللي كانت عم تنعرض على مسرح جورج الخامس من توقيع الفنان بول عسل، هون بدي اوجه له تحيه، وانا كان لي شرف اني اكون مشارك بهالعمل. اليوم عم ترجعي بذا انفيتيشن، قديش هيك الماتشوريتي وقد ايه انت اليوم بتحسي حالك كل عمل ورا الثاني بتكوني اكثر هيك راسخه على المسرح، اكثر بتكوني واثقه من الخطوه يلي عم تقومي فيها، وقد ايه حريصه على اختيار كمان الاعمال والمشاركه فيها؟ صحيح، من بعد كواليس اضطريت لفتره اني وقف شوي المسرح، بس هيدا شغفي وما بقدر اعيش بلاه. هلا عن جديد عم برجع قلع من خلال اول شيء ذا انفيتيشن، واكيد عندي ماتشوريتي اكثر لانه الحياه بتعطيك بكل بساطه ثقه وخبره اكثر، وهيدا الشيء بتفرجيه على المسرح، اما من خلال حيالله عمل ممكن اعمله. سيدرا ذا انفيتيشن انت بتلعبي فيها مثل ما ذكرنا دور جيسي. صحيح. جيسي ليه ما بتحكي عربي؟ ما رح اخبر كل شيء. جيسي هي امراه اجنبيه بالاول هيك بتبين، وبعدين رح تبين بشيء كثير مختلف وشيء كثير جنوني انا مثل ما بسميه، وشخصيه كثير مركبه وجريئه، وبتخرب كل الدنيا بافعالها بتصرفاتها بهالعزيمه. ما بدي احكي كثير عنها، حتى أكيد. اسمها بيتغير كمان، بتمنى انه كل يعني الاشخاص هالهويه يلي بنتعرف عليها جيسي نرجع نشوف تحولات كمان اخرى. صحيح. خبريني عن التفاعل مع الممثلين الاخرين، يعني مع الياس، مع توني، مع سينتيا، ريشار، مع ستيفاني، ومع مارسيل. نعم. المخرج، يعني هون خبريني عن الفصل بين مارسيل المخرج ومارسيل الممثل، كيف التعاطي معه؟ اول شيء اكيد بلشنا كمارسيل المخرج اشتغلنا معه، بعدين صار ممثل مثلنا مثله على المسرح، وكلنا عن جد مثل عائله، ما بقول تقول لانه كلنا عم نشتغل من قلبنا ومبسوطين باللي عم نعمله. بوجه لهم كلهم تحيه ويعطيهم الف عافيه. الليله الاوبننج ليلة اي ساعه؟ 8:30. على 8:30 بمسرح البريت. بمسرح البريت، يعني بنقصد فيه مسرح اليو اس جي يلي على المتحف. نعم. هيك لنكون محددين اكثر للعالم. صحيح. لما يضيعوا. صحيح. المسرحيه قد ايه رح يمتد عرضها؟ يعني كل جمعه سبت واحد مبدئيا؟ باقيين كل شهر مارس، كل جمعه سبت احد 8:30، وان الله راد اذا حسينا في اقبال رح نجدد، وبدعي الكل عن جد يحضر. هي بلاك كوميدي، كوميديا بتتناول مواضيع اجتماعيه ومواضيع من المجتمع اللبناني وكاركترات بنشوفهم بنتلقى فيهم كل يوم. بدي اقول انه الاسعار كثير مدروسه، يعني
مين ما كان في يجي يفوت يدفع كارت ويفوت يحضرنا ويشجع المسرح اللبناني ويستمتع ويستمتع بهالمسرحية. ويضحك كثير. يعني هذا وعد انه بدنا نروح نضحك كثير ننبسط. كثير. خبرينا عن التفاعل بين هالشخصيات وأداء انعكاسهم على المجتمع اللبناني بجسده فيه عن جد هالحالة يلي ممكن نلتقى فيها بمجتمعنا بناس حوالينا بجيراننا بالناس عنا بالشغل أو بناس ممكن نعرفهم أو نلتقى فيهم. هيدا المقصود بالمسرحية إنه نحط بهالعزيمة على هالمسرح شخصيات نحنا منشوفهم كل يوم وأوقات منخجل بركة نحكي معهم لأن بيختلفوا عنا بركة بطرق مختلفة سيئة شوي. أنا شخصيتي كتير عكسي يعني كليا شخصية بنت شارع حدا تاني شخص كتير بهمه المظاهر شخصية كمان بسموها توم بوي يعني ما بدي اقولها باللبناني يعني مثل الرجال شخص كمان كاركتر سيلي ستوبيد يعني هالمزيج اللي عم نشوفه كيف انعكس بينكم انتم كممثلين يعني كل واحد بشخصيه كل واحد بنعرفه بادوار معينه كل واحد بنعرفه على صعيد الشخصي هيدا هون بيلعب دور الاحتراف عن كل شخص بيناتنا الكل اذا مش جاي من باك جراوند مسرح جاي من باك جراوند فني كل حدا عنده البصمة عنده البصمة صح. وكل حدا من الموجودين كتير عم يشتغلوا بطريقة بروفيشنال مشان هيك عم يعني بتشوفهم بتصدق الكاركتر بتقول انه مزبوط هيدا هو الكاركتر صح. بيختلفوا عن هن شو بالحياة يعني. سيدرا مين من الممثلين هيك انت بتقولي بغض النظر يعني اذا كان دور رجل او امرأة بتقولي هيدا دور كتير حلو الممثلين يعني شيء لدور جيسي الدور يلي انت عم تلعبيه بالمسرحية مين الدور يلي عن جد لفتك ادائه كلهم بعرف الكل عن جد كلهم بس هيك شخصيه مش ضروري بس بالاداء انت بتقولي هالشخصيه مهضومه رح يحبوها يمكن العالم ما بقدر نقي عن جد شادي لانه كل حدا شخصيه كثير مختلفه وكثير مضحكه وكثير مركبه وكثير فيها هيك غنيه مارسيل شغل على الشخصيات بطريقة كل حدا مبين الشخصية بأدق تفاصيلها هيدا الحلو يعني ما فينا نقي حدا كل حدا مختلف عن تاني وكل حدا كتير بروفيشنال بالعمل عودين عليك راقصة كمان مزبوط. ومصمم الرقص رح تكوني عم ترقصي بهالمسرحية هالمرة لا هالمرة لا هالمرة كتير عبالي مثل وامشي الكل اللي عم يرقص على فكرة مين ما كان صار بيرقص درجة بقى أنا هلأ الرقص بدمي ودايماً عندي حفلات ودايماً عندي بتعرف منظم إيفنتات بلبنان ما بوقف هيدا الشيء بس هلأ عبالي هيك انبسط بس مثل بهال The Invitation بس هيدا ما بيعني أبداً إنه إذا إجاني شيء فيه رقص قول لا بالعكس أنا ريدي بس هلأ هيدا دوري متطلب هالشيء ومبسوطة من كل قلبي عم بعمله The Invitation سيدرا ابتداءً من الليلة 6 أدار على نعم. مسرح البريت ببيروت جمعة سبت أحد طيلة هالشهر للحجوزات لوين بدون يتوجهوا أهلنا؟ كل مكاتب أنطوان يبريري أنطوان وعلى باب المسرح كمان بالبريت يعني الأمور سهلة الأمور سهل كتير سهلة وبرجع بقول عن جد التيكتس كتير أسعارها مدروسة سو بليز تعالوا شجعوا المسرح اللبناني وشجعوا ذا انفيتيشن هيدا أهم شغلة على صعيد الشخصي في مشاريع تانية سيدرا أون باراليل عم تتحضر او عبالك تشتغلي عليها كمان في شادي صراحه مشروع تمثيل كمان بعد انفيتيشن عم نحكي مسرح او تلفزيون هون ممكن يكون سينما ممكن يعني ان شاء الله ما فيني اقول قبل بتعرف بينحكى كثير لما يكون الاشياء واضحه 100% ممكن نعلن عنها ومسرح انا دائما هلا عندي افتتاح اليوم المسرح العالمي كرأس عم بحكي ب 26 الشهر وين راح يكون؟ راح يكون مبدئيا بجامعه الروح القدس الكاثوليك وهيك يعني وانا بتعرف عم بعلم يعني ما انا بعلم مسرح كل يوم هيدا الشيء قديش اليوم انت يعني كمان كمدرسه مسرح قديل هيك الجانب الاكاديمي اليوم فعال معك حتى بالتحضير لدورك بس بنفس الوقت انت لازم تكوني على طبيعتك لانه دائما الشيء الاكاديميك بيكون كثير ايديال بيكون كثير هيك معلب ولكن وقت نجي على الواقع بدنا نشتغل باحساسنا كممثلين اكثر كثير المهم الاثنين ما هن الاثنين اللي بيميزوا الممثل عن الثاني كثير مهم يكون عندك الموهبه والبساطه وتكون حقيقي بنفس الوقت تدعم هيدا الشيء بالتكنيك
مثلا الصوت، الوقفة، هول كلهم ما بيجوا بدون ينشغلوا عليهم. صحيح. الإحساس هيدا ما نو واي يعني تعلمه، هيدا بيجي منك وفيك، يعني اثنيناتهم بدك تدمجهم تا يطلع فريمون ممثل قوي على المسرح او ما على الشاشة. صحيح. على كل حال ذا انفيتيشن، فإذا نحن كلنا موعد مع ابتداء من الليلة رح نروح ونشوف جيسي ونشوف سابين ونشوف جيرار ونشوف كل الشخصيات. صحيح. يلي نحن رح نكون معزومين معكم على هالعشاء، لأنه الجمهور هو شخص إضافي على المسرح، هو مشارك بالتمثيل يعني. ورح تشوفوا اليوم انه رح تكونوا مشاركين من اول دخولكم على المسرح قبل الفوطه كمان، ما رح اقول شو في سيربريز يعني، يعني رح تكونوا يعني رح نشحد على مسرح للكل. رح نشحد على مسرح تفاعلي تقريبا. الله رد الله رد، يعني انا فضحت الديبيو تبع يعني المسرحيه شوي شوي شوي. هيدا قبل ما تفوتوا على المسرح. في عظيم سدرة، انا بدي اتمنى لك كل التوفيق، وبدي اتمنى لك هيك النجاح الدائم، لانه انت دائما بتقدمي شغل راقي وفن راقي. على حال انت مش بعيد عنك هالموضوع، لانه انت متحضره من عائله فنيه، هن كلهم فنانين وراقيين، بوجه لهم تحيه كثير كبيره، ان كان من والدتك سيليست عيد او حتى من خالك بول عسل او من كل العائله، وحتى دليسة اختك، يعني فنانين كلكم. فشكرا لوجودك معنا، موفقه بذا انفيتيشن. انا اكيد رح اكون موجود وكل المشاهدين بالعروضات، وعلى امل اللقاء القريب نحكي عن فيلم سينما ان شاء الله. موفق لك شادي، ميرسي على الانترفيو، ميرسي لتيلي اللي اهلا وسهلا فيك يا شادي رعيد، يا هلا.